بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق، والخاتم لما سبق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقتدره العظيم. نبدأ الفيديو على بركة الله. النهاردة كمان من ضمن الروتينات اللي يا رب الوصفات تعجبكم إن شاء الله بإذن الله، هنعمل لكم وصفة لتتقيل الشعر وتنعيمه، يعني ونبقى لون كده جديد على العيد. نخش في التفاصيل على طول عشان عندنا اليوم مليان وصفات. هنا عندنا معلقة من قشر الرمان، معلقة من الروزماري، ورق الغار أو ورق موسى، أو احنا عندنا بيسموه في مصر ورق اللوري. عندنا الحبة السوداء أو حبة البركة أو حبة السانو زي ما بتتقال، وعندنا القرنفل أو المسمار، الحلبة نعرف ان هي الحلبة، الزعتر انا معرفش ليه اسم تاني بصراحة. وهاخد المكونات دي كده زي ما انتوا شايفينها حضراتكم، وهنزل بيها كده في المية، وهقوم حط المية دي على النار تغلي لمدة 10 دقايق، وبعد ما تغلي هصفيها وهنزل بيها على الحنة، وهضيف ليها حاجات تانية هقولها لكم، بس استنوني ما تروحوش في اي حتة، هنشوف هنعمل هنا كده. بس المكونات بدأت تغلي اهي بالشكل ده، زعتر وروزماري، وحطينا حلبة وحطينا قرنفل وحطينا حبة البركة وحطينا ورق لوري، سوق اهي كل المكونات. وبعد كده هنسيبها تغلي لمدة 10 دقايق، ونطفي عليها النار ونغطيها، ونسيبها لمدة 2 أو 3 كل المكونات اللي فيها تنزل كل الفوائد اللي فيها والزيوت الطيارة، عشان لما اجي اعجن بيها الحنة الشعر يستفاد منها. انا مش بدي لون بس، لا، لو استمريتوا على الوصفة دي اقسم بالله هتخلي شعركم عبارة عن باروكة للناس. بس الوصفة دي للناس اللي بتحب شعرها يبقى لونه غامق، يعني من اسود لبني درجة فاتحة او درجتين، لان ما فيهاش اي حاجة تلون الشعر غير انها كلها حاجات طبيعية، ما فيهاش اي ولا كركديه ولا فيها كركم، لا هنحط كركم بس مش لدرجة ان يفتح اللون، ما فيهاش لا كركديه ولا حشر. ويا رب الوصفة تعجبك. هنا كده بعد 2 ساعة بعد ما الاعشاب بتاعتي نشفت يعني بردت، انا كده هصفيها كويس جدا زي ما انتم شايفين حضراتكم قدامي، زي ما انتم شايفين كده قدامكم انا بصفيها كويس جدا. كل المكونات عندي نزلت، وهاخد المية دي هعجن بيها الحنة، وهسيبها 24 ساعة تتخمر. بس وانا قبل ما اعجنها هوريكم كمان انا هعمل هحط ايه تاني على الحنة. هنا انا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده على الحنة ضفت معلقة من البن ومعلقة من الكركم، وهقلبهم كويس جدا، وهنزل بالمية بتاعتي كده تدريجيا وقلب. افضل كده اقلب وانزل بالمية تدريجيا كده، وبقلب تاني. كده الوصفة بتاعتنا هنا للشعر، وده كده القوام بتاعها. انا مش عايزاها تبقى ولا اخف من كده ولا اتقل من كده، عشان تبقى على شعرك وما تسيحش، حتى لو حطيتوها وقعدتوا بيها وقت ما تنزلش من شعركم وتبقى ماسكه نفسها. هنسيبها 24 ساعة، وبعد كده هنحطها على شعرنا من 2 لـ3 ساعات ونغسل شعرنا، وتفاجئوا بالنتيجة لو استمريتوا على الوصفة ديت. انا عن نفسي بحترم الحنة جدا جدا. كده انا عندي الحنة خلاص خلصت، وحطيتها بسترتش غذائي زي ما انتوا شايفين، وهسيبها لمدة 24 ساعة عشان المكونات كلها تتجانس مع بعضها، وفي نفس الوقت تتشرب الحنة من
المكونات اللي انا حطيتها في المية زي الزعتر والحلبة والروزماري وحبة البركة وقشر الرمان اللي هو مغلي، كل الحاجات دي وصفيناها كويس وحطيناها على الحلبة وعجناها بيها، وحطينا عليها كركم وحطينا عليها بند. فالمكونات دي كلها تتجانس مع بعضها عشان تديني فايدة عالية جدا للشعر، بتغذي الشعر، بتقويه، بتسمك الشعراية ذات نفسها، بتخلي الشعراية ذات نفسها بدل ما بتبقى ضعيفة وهشة بتخليها تخينة. جربوها هتعجبكم جدا، دي حنة علاجية. أنا بصراحة من الناس اللي بحب الحنة جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا تداووا بالحنة، وكمان حطينا فيها ورق السدر اللي هو برضه عليه أفضل الصلاة والسلام قال لو أوضعت أوراق السدر في كف اليد لأنبت شعرا، وده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. جربوها هتعجبكم. وكده النهاردة وصفتنا خلصت، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل لوصول كل فيديو جديد، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.